السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو السابق تكلمنا عن كيفية إضافة منبه يذكرك بوضع حزام الأمان، يعني لما تصعد للسيارة ونقوم بوضع الكونتاك سيعمل المنبه معنا. لو نستعمل التنبيه لو قمنا بوضع حزام الأمان بمكانه سينطفئ، ها هو، وعند نزعه يعمل بهذه الطريقة. لمن أراد تركيبه رابط الشرح يظهر لكم أعلى الفيديو. تستطيعون كذلك إضافة مؤقت زمني يعمل لمدة دقيقة، إذا لم نقم بوضع حزام الأمان سينطفئ تلقائيا. أما اليوم فسنتعرف على طريقة وضع منبه يشتغل عند الرجوع للخلف بهذا الشكل. لو نستمع لهذا الصوت، بهذا الشكل ينبه المارة بأن السيارة ترجع للخلف. هذا صوت الطائرة، ها هو، لنعيده مجددا. إذن كيف قمنا بذلك؟ تابعوا الشرح. إذن هذا هو المنبه الذي سأستعمله للتنبيه عند الرجوع للخلف. يباع في محلات اكسسوارات السيارات ويوجد منه العديد من الأنواع. كل ما علينا فعله هو وضع هذا الغطاء جانبا، ثم نقوم بتحديد الفيشة الخاصة بالمصابيح الخلفية. هذه هي. الآن نأتي بلمبة فحص، ها هي، نقوم بوضع طرفها على سالب جسم السيارة بهذا الشكل، ثم نتوجه للسيارة ونقوم بوضع الكونتاك، ثم نقوم بوضع الغيار في الرجوع للخلف. ها هو، لنلاحظ اشتغل معنا المصباح رجوع للخلف. الآن نقوم بفحص الفيشة، ها هو بهذا الشكل. سأقوم بتثبيت السالب جيدا. ها هي اشتغلت معنا اللمبة، يعني هذا هو السلك المطلوب للرجوع للخلف. لو قمت بنزع الغيار سينطفئ معنا. ها هو انطفأ معنا، وعند وضع الغيار مرة أخرى يشتغل معنا. إذن يعني هذا هو السلك المطلوب. ما الذي سأفعله؟ سأتي بالموجب الخاص بي المنبه، أقوم بوضعه ب السلك الأخضر الذي قمنا بتحديده بهذا الشكل، ها هو. الآن أين نقوم بتركيب السالب؟ إما نقوم بتركيبه هنا، شاهدوا سيعمل معنا، على شكل صوت طائرة. الآن السالب إما تقوم بتوصيله بهذا المكان أو تقوم بتوصيله بالسالب هنا، موجود هنا السلك الأسود هو سالب. لو قمت بتحويل اللمبة وضعت هذا على الموجب، سأقوم بإخراجه قليلا، ها هو، لو قمت بوضع الموجب الخاص بالرجوع للخلف ستشتغل معنا اللمبة، ها هي اشتغلت معنا، دلالة على أن هذا سالب. إذن ما الذي علي فعله؟ سأقوم بشبك السالب مع السالب، سيشتغل معنا. ها هو بهذا الشكل. هذا هو الصوت الخاص به. سأقوم بنزع الريوس ولنشاهد إذا ينطفئ، وعند إرجاعه يشتغل معنا. إذن بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتركيب منبه الرجوع للخلف. سأقوم بوضع القليل من الشريط له.
إذن المكان الذي تقوم بوضعه به، أنت حر في المكان الذي تريد وضع هذا المنبه به. أنا من الذي علي فعله سأقوم فقط بإدخاله في هذا المكان وتركه هنا بهذا الشكل، ثم أقوم بإرجاع الأشياء كما كانت. إذن بهذه الطريقة نقوم بتركيب منبه الرجوع للخلف. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.